مأساة النازحين في العراق لها قصص مختلفة باختلاف المكان والزمان. إحدى هذه القصص ما حدث لمنازل النازحين في قرية السندية بمحافظة صلاح الدين بعد سنوات من نزوحهم، حيث أجبرتهم الحكومة على العودة إلى قراهم ليتفاجأوا بأن منازلهم قد سويت مع الأرض. تعالوا انزلوا من البيوت، البيوت هاي شوفوا قدامك مدهش عليها. وقت ولا العيال؟ كم نفر عندك؟ عندي بال 20. دحشتني بيوت مهدمه اني، وانا اروح اني صعبه عائله 14 واحد برقبتي، وانا نروح لا الحجي عنده راتب لا اوليد عنده راتب. النازحون اصحاب المنازل المدمره ردوا الروايه الحكوميه التي تتحدث عن تعويضهم، متهمين السلطات والمسؤولين بعدم التعويض واغلاق المخيمات دون توفير بدائل ملائمه لهم، وذلك على الرغم من ضيق حالهم المعيشي بعد سنوات طويله من النزوح. والله ما واحد جانا يا رب جونا شافونا وراحوا. بعدين حس علينا يجيبوا لي كرفونات. كرفانات تقعد بيها. نطالب احنا بالحكومه انه شوف تجي تباوع الى احواننا وتباوع الى جهتنا، احنا اهم شيء تطب البيوت، مخيمات، كرفانات، اي شيء احنا نريد. اي منظمه ما جتنا. لتتفاقم بذلك معاناه نازحي قريه السنديه في صلاح الدين ولتبقى كما هي وبلا حلول حكوميه، في وقت يرى مراقبون أن ملف المدن المدمرة بات وصمة عار تلاحق الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003.